السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم صلاح حامد وهذا هو جهاز السوني اكسبيريا اكس زي 1 اللي هو احدث اصدار من اجهزه سوني اللي موجوده حاليا واللي بيشاطر كثير من المواصفات مع جهاز الاكسبيريا XZ Premium اللي طرح قبل فتره واللي عاينناها على القناه إلي قرابه الثلاث اسابيع قاعد بستعمل هذا الجهاز كجهازي اليومي والاكس زي 1 اذا بدك تدور على اسباب انك تكرهه راح تلاقي كثير واذا بتدور على اسباب انك تحبه راح تلاقي كثير جهاز تصميمه جدا جدا مشابه بل يطابق الاجيال السابقه فبنتكلم هون عن تصميم سوني الكلاسيكي اللي هو عباره عن جسم من المعدن بالكامل من جميع الاطراف بالاضافة انه في عنا الصباح الكبير والذقن الكبير اللي موجودين من امام الشاشة او أعلى واسفل الشاشة اللي نوعا ما اصبح منظر اعتيادي من سوني بحيث انه اخر 25 اصدار من سوني تقريبا كلهم يشاركون نفس التصميم او نفس المظهر بشكل كبير جدا. في عندنا قارئ البصمة اللي بتتميز في موقع سوني عن باقي الشركات اللي موجودة على جنب الجهاز، السماعات الامامية اللي تعتبر الحجة الرئيسية لسوني ليش مخليه صباح كبير للجهاز من الامام، لكن صوت السماعات عادي ليس صوت عالي جدا نقيه نعم ولكنها ليست عاليه جدا بالنسبه او بمقارنه باقي السماعات من الجوالات الاخرى جسم الجهاز مصنوع من المعدن وهو قطعه واحده من جميع الاطراف يعني من الطرف الى الطرف بيجي كله بالكامل قطعه واحده ومستدير بشكل ضئيل جدا جدا من على الاطراف وهذا الكلام اذا بنضيف عليه حجم الجهاز المش كبير كثير بيخلي مسكه والتعامل معه امر جيد الجهاز ابدا مش صعب انك تتحكم فيه بايد واحده فبتقدر انك تستعمله بكل سلاسه وبكل سهوله اذا بدنا نحط الحجم على جانب الفرق الاخر الكبير ما بين الاكس زي 1 والاكس زي هو الشاشه فهون نتكلم عن شاشه بحجم 5.2 انش بدقه Full اتش دي وليس 4 k مثل ما كانت على الجهاز السابق ولكن لا نزال هون نتكلم عن شاشه مزوده بالاكس رياليتي انجن الخاص بسوني بالاضافه إلى لومينس ديسبلاي اللي بتعطي الوان جميله جدا هون نتكلم طبعا عن شاشه ال سي دي باضاءه عاليه هي ممتازه بتقدر تقراها في اغلب الظروف الإنارة إن كانت بالليل أو بالنهار أو تحت الشمس ما عندك مشكلة برؤية الشاشة وطبعا في عندك الكومباتيبلتي مع الـ HDR10 اللي هو الستاندرد المفروض أنه يعطيك ألوان أكثر غنية أكثر خصوصا إذا كنت مشغل محتوى متوافق مع هاي التقنية هذا الكلام ينطبق على أمور مثل بعض الفيديوهات على يوتيوب بالإضافة لتطبيقات مثل نتفليكس وإلى آخره من مصادر اللي هي المحتوى عالي الجودة وبيغطي الواجهة بالكامل زجاج من نوع غوريلا جلاس 5 اللي شفناه على أجهزة كثيرة من الفلاج شيبس اللي موجوده حاليا ترند اخرى سوني ايضا لم تقفز لها الا وهي حساسين من الخلف الجهاز بيملك كاميرا بحساس واحد بقوة 19 ميجا بكسل وبحجم فتحة يساوي f2.0 مع تثبيت صورة الكتروني وليس بصري هذا الكلام بيعطيك نتائج جيدة بأغلب الظروف بحيث أنه كاميرات سوني متعودين منها أنها كاميرات بتعطيك صور جميلة من ناحية الألوان ليست حادة جدا من ناحية التباين ما فيها الساتوريشن العالي زيادة عن اللزوم في نفس الوقت ليست سيئة جدا سرعة الشطر على الجهاز إلى حد كبير متوسطة ليست أسرع كاميرا من ناحيه الفوكس من ناحيه التقاط الصور ولكنها تقع في نطاق الكاميرات الجيده، ولكن سوني قامت باضافه شويه امور مميزه في هذا الجهاز من ناحيه الكاميرا، هون بنتكلم عن نفس مزايا التصوير البطيء اللي كانت موجوده في الاكس زي بريميوم فبنتكلم عن حساس بيملك بفر ميموري خاصه فيه اللي بتسمح له انه يصور لغايه 960 اطار في الثانيه، واللي هي ميزه رائعه جدا وصراحه كثير كثير تسليت وانا بستخدمها، ولكن هاي الميزه وبشكل عام السلو موشن بيحتاج لكميه اضاءه رهيبه جدا فاذا ما كنت بتصور وفي جنبك فلاشين شغالين علشان يضو الشيء اللي انت بتصور فيه او اذا ما كنت بتصور تحت الشمس فكل الفيديوهات اللي راح تاخذهم بسلو موشن ما راح يكونوا مقبولين اطلاقا ايضا في عندك ميزه سوني اضافتها بتتعلق بمساله المسح الثلاثي الان سوني طول عمرها كاميراتها فيها لما تدخل على تطبيق الكاميرا اضافات بتختص بالواقع المدمج انك تضيف امور على البيئه اللي انت بتصور فيها ولكن الجديد الان انه بامكانك ان انت تعمل مسح للشيء اللي انت بدك تضيفه على هاي البيئه المدمجه او على هذا المنظر اللي بتصور فيه وتعمل سكان اما لشخص اما لاكل اما لطبق اما لاي شيء انت بدك اياه وحتى تغير عليه فبامكانك انك تمسح وجه الشخص معين مثل اللي انتم شايفينه الان امامكم وبتقدر تستخدمها في امور اخرى بتقدر تخلي هذا الشخص يتحرك تلبسه زي معين عندك القدره انك تمسح وتعمل 3 دي سكان لشخص وتقوم بطباعه هذا الشيء لكن لما نتكلم عن المواصفات حقيقه الاكس زي 1 ما بيقصر من هالناحيه ابدا اولا نتكلم عن معالج قوي اللي هو سناب دراجون 835 بالاضافه ل 4 جيجا رام الامر اللي بيخلي اداء الجهاز جدا جدا سلس هذا الكلام بالاضافه انه نظام التشغيل اللي موجود على هذا الجهاز هو اندرويد اوريو هذا اول جهاز من البوكس بيكون طالع مثبت عليه اندرويد 8.0 وهذا الكلام لوحده له عدة مزايا جميلة فأولا في عندك إضافات أندرويد أوريو اللي بتسمح لك إنه إذا كنت داخل على فيديو معين على مثلا عبر كروم وطلعت من كل تطبيق كروم الفيديو بيظل موجود بالزاوية ما بيروح كليا نفس الكلام أيضا ينطبق على الخرائط فإذا كنت داخل على خريطة معينة أو فاتح النافيجيشن وطلعت علشان ترد على مكالمة تفتح أي شيء ثاني الشيء اللي انت فاتحه بيظل موجود، بيكون موجود في زاويه الشاشه وما بيروح، ايضا احدى اضافات اندرويد اوريو هي قائمه الاعدادات اللي تم تنظيفها بشكل مختلف، فعلى هذا الجهاز الان اصبح كل امر له علاقه بالاتصالات موجود بنقطه واحده او بسطر واحد، بتدخل عليه وبعدين بتشوف كل الاعدادات الخاصه بهذا الشيء، فجمعوا كل تطبيق الاعدادات صار الان يعني نوعا ما مضغوط بشكل اكثر واسهل للاستيعاب علشان توصل لشيء معين اصبح اسهل من السابق، صراحه متشوق اني اشوف كيف هذا الشيء رح ينتقل لاجهزه اخرى مع الواجهات الخاصه فيهم. اما بالنسبه للشيء اللي لاحظت فيه تغيير وشيء كان ايجابي جدا في هذا الجهاز الا وهو البطاريه. الان اللي منكم بيعرف مواصفات هذا الجهاز رح يستغرب لانه هذا الجهاز مزود ببطاريه غير قابل لإزالة سعتها 2700 امب رقم صغير ليس رقم كبير جدا ولكن كان يعطيني ما بين الاربع ساعات الى خمس ساعات من وقت تشغيل الشاشه الكلي على يوم كامل ما في اي يوم احتجت اني اشحن الجهاز فيه في منتصف اليوم ممتاز جدا من ناحيه البطاريه ويعتمد عليه اعتماد شديد جدا فصراحة بطاريته ما خذلتني ابدا، لكن في حاله تكون بدك تشحنه بشكل سريع اذا صحيت الصبح والجهاز مش الشحن بامكانك انك تشحنه من صفر الى 50% خلال ما يقارب 32 دقيقه من صفر الى 100% بيحتاج الى ساعه و20 ساعه و25 دقيقه تقريبا، فمن ناحيه سرعه الشحن في عندك شحن سريع الامور عندك تمام والامور طيبه، روابط لاسعار الجهاز بالدولار بالإضافة لأمور أخرى راح تكون موجودة في صندوق الوصف بالأسفل وشخصيا رأيي في هذا الجهاز أنه استخدمته لفترة زيادة عن الطبيعي أنا بالعادة بستعمل جهاز أسبوعين وبعدين بحط الريفيو هذا الجهاز استعملته ثلاث أسابيع لأني أولا كنت مشغول الأسبوع الماضي ثانيا أني كنت مرتاح في الجهاز الكاميرا ما كانت عندي مشكلة نعم ليست الأفضل مقارنة في شيبس الأخرى وبفضل كاميرات أجهزة أخرى عليها ولكنها تفي بالغرض كاميرا جيدة الصور اللي بتعطيني إياها يعني عادي جميلة جدا بالإضافة إن عمر البطارية على هذا الجهاز ممتاز أداؤه سلس جدا اللهم اللهم يا سوني هذا هو الشيء الوحيد اللي يعني أغلب الناس للأسف راح تحكم على الجهاز بشكل سلبي من وراء إذا بتقدر إنك تتخطى هذا الشكل هذا الصباح اللي من فوق ومن الأعلى ومن الأسفل فالجهاز راح يكون جهاز رائع جدا ومشاكله قليلة جدا لكن إذا التصميم بالنسبة إلك هو عنصر رئيسي هذا مش الجهاز لك والقرار أولا وأخيرا بيرجع لك أنت إذا حاب إذا لك من محبين سوني أو لا هذا كان كل شيء لهذا الفيديو إن شاء الله تكون استفدتوا واستمتعتوا كان معكم صلاح حامد في أمان الله